كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله، وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال. إثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات. أمرك يا سيد القائد. هيا اضرب. لا تندفع كالثور واحرص على حفظ توازنك. معذرة يا ذا القرنين. بتار، عقاب. أمرك يا ذا القرنين. رهن إشارتك. أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد. اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار. أليس الاختبار شاقا؟ من يفشل فيه لا أريده في جيشي. واجعلهم أيضا يمشون زحفا بين النيران المشتعلة. أمرك يا سيدي. لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه. من يسقط من التعب يترك الجيش فورا. أيها التاجر، أريد شيئا من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة. خذ اللحم دون أجر يا عماه. دون ثمن؟ بارك الله لك. بل ادعوا لذي القرنين الذي نشر العدل والخير. اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس. عقاب، أين أنت؟ هنا، لم آكل منذ الصباح. ليس هذا وقت الطعام، هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين. اجتماع عاجل؟ أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟ بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية. استعدوا للسفر. سفر آخر؟ لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي. ها قد اعترفت، معظم وليس كل. يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس. لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟ إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد. الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا. وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟ أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان، أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم. لنسافر غدا إن شئت. بل نسافر الليلة، سأصحب القائد عقابا والقائد بتارا وجنودهما في الرحلة، وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. هؤلاء القوم لماذا يجلسون كالمرضى؟ هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟ إننا نكاد نهلك من الظمأ ولا زرع أمامك. كيف تعيشون إذن؟ ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة. ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟ الماء في هذه الصحراء الجرداء؟ كيف؟ سأنقب لكم عن الماء، يمكنكم أن تحفروا هنا. الماء يا سيدي، لا أصدق عيني. نعيش فوق الماء ولا ندركه. كيف أشكرك؟ لست أنا من يستحق الشكر، بل اشكر من وهبك الخير. عمن تتحدث؟ عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله. اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك. لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة. لقد انتهت مهمتنا. ألا يمكنكم أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟ هذا قرار القائد ذي القرنين. نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم. انهض أيها الرجل ولا تنحني لغير الله. لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية، وبعد أيام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم، فصلوا لله واشكروه. إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟ إلى الغرب. إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة، احسموا أمركم. الحرب الحرب الحرب, الحرب. الحرب. انتظروا أيها القوم، لماذا نحارب ذا القرنين؟
إنه رجل صالح وعادل ولم ينهب أرضا دخلها. وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟ أنتم خونة، أتباع للغزاة. نقتلهم يا سيدي. ليس الآن، بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقهره نلتفت للخونة. هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مقابلة جيش ذي القرنين؟ أعتقد أن... ما هذا؟ زلزال، زلزال. المصيبة الأكبر، إنه جيش الأعداء. أيها القوم، ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم، وإنما جئت لأنشر الخير والعدل. ما رأيكم؟ المسألة لا تحتاج إلى رأي، نحن نستسلم. أيها القائد، خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا واتركنا لنعيش. ماذا نفعل بهؤلاء القوم؟ احتجزهم حتى ننظر في أمرهم. ماذا ترى؟ هل سيقتلنا؟ بالتأكيد سيقتلنا كما كنا نفعل بأعدائنا، إنها النهاية. سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا. سيدي، ماذا نفعل بشأن الأسرى؟ سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكون عبرة لغيرهم، ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة. لقد كان القوم كلهم فاسدين، فهل نعذبهم جميعا؟ لا، الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم. ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي. لم يكن بوسعهم غير السكوت، لم يكونوا قادرين على المقاومة. هل نعفو عنهم إذن؟ ليس هذا فقط، بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم. الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أنهى ذو القرنين مهمته وقرر الرحيل، فسافر هو وجيشه في رحلة طويلة. سيدي، لقد استبد بنا التعب. يحتاج الجنود إلى الراحة والخيل كذلك، مرهم بالتوقف. سيدي القائد، إننا نسير منذ أيام طويلة ولا نعرف وجهتنا. إننا نجاهد في سبيل الله يا عقاب، وجهتنا كل إنسان على الأرض يحتاج إلى النصح أو المساندة. ولماذا نختار الأماكن الوعرة؟ سكان القصور والحدائق ليسوا في حاجة إلينا، بل يجب علينا أن نقومهم إذا تجبروا وأفسدوا في الأرض. أما الفقراء فهم ضالتنا التي نبحث عنها. صلوا من أجل طرد الأرواح القادمة مع ذي القرنين. توقف أيها الساحر، إن ذا القرنين لا يؤذي من يسالمه، وهو يريد فقط أن يساعد الناس وينشر دعوته. يجب أن ندافع عن آلهتنا التي كان يعبدها الآباء والأجداد. ندافع؟ إن جيشه لم يهزم من قبل. ستعيننا أرواح الآلهة. لو كانت هذه الآلهة قادرة على القتال فلتواجه ذا القرنين وحدها. ماذا تقول يا حكيم القرية؟ احقن دماء أهل قريتي وأحذركم من غضب ذي القرنين. ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يؤدون رقصة التحية ويعبرون عن انتمائهم وولائهم. أشكرهم، ولكني أريد أن أقول شيئا. صمتا أيها الناس. إن ولاءنا لله وحده، والله لا يفرق في الجزاء بين غني أو فقير، أبيض أو أسود. أعمالكم الطيبة هي التي ترفع درجتكم عند الله. قوموا بترويض الخيول كما علمتكم. عندي سؤال يا سيد القائد. تفضل،
كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ صيد الحيوانات وترويضها، وعلاج الناس، وبناء البيوت، وزراعة الأرض. هذا من فضل الله وحده، قد آتاني الله من كل شيء سببا ودلني على طريق المعرفة. هل لازلت مصمما على الرحيل؟ لقد أديت مهمتي هنا. إذا اسمح لي أن أقترح عليك أمرا. ماذا؟ هناك قوم في الجنوب يحتاجون إلى عونك ومساعدتك. أتجه إليهم بإذن الله. الحرارة لا تحتمل، غدا تعتاد الجو الحار. هل سنبقى هنا للغد؟ بل سنعسكر ونبقى حتى نعلم سكان هذه الأرض ونفيدهم من فضل الله علينا. أي سكان يا سيدي؟ المكان يبدو مهجورا. لا يمكن لإنسان أن يعيش تحت هذه الشمس المحرقة. إنهم هناك. ما أغرب تصرفاتهم؟ يبدو أنهم يحمون أجسادهم من الحرارة الشديدة. وأين مساكنهم؟ هؤلاء قوم بدائيون لم يروا مساكن من قبل، ولم يعلمهم أحد كيفية البناء. وكيف ينامون إذن؟ الأمر يحتاج إلى دراسة. مر الجنود بأن ينصبوا الخيام. يسألون عن الخيام، أدهشهم شكلها وأرادوا أن يكون لهم مثلها. يمكننا أن نترك لهم الخيام وننصرف. ستبلى بعد قليل وسيعودون إلى المشكلة نفسها. وما الحل يا سيدي؟ نعلمهم بأن يبنوا بيوتا وأكواخا تحميهم من حرارة الشمس، ونعلمهم أن يحفروا أنفاقا في الأرض يسيرون فيها أثناء النهار. أمرك يا سيدي، ولكننا لا نعرف لغتهم. سأحدثهم أنا. أريدكم الآن أن تصنعوا مناشير ضخمة لقطع الأشجار. في الحال يا سيدي. وأنت يا عقاب، مر جنودك بأن يجدلوا من تلك الأغصان اللينة حبالا، وأن يجمعوا المادة الصبغية من جوف الأشجار. يمكنهم هنا تخزين الحبوب والفواكه والمرور إلى الناحية الأخرى من الغابة. المهم أن يفهموا الغرض من عمل هذه السراديب. احذر وأنت تتحدث أمامهم. لماذا؟ لأننا تعلمنا بعض الكلمات، علمنا ذو القرنين لغتكم. هذا يعلمك يا بتار أن تكون حريصا في كلامك. ألا زلت تعتقد أننا أضعنا وقتنا في هذا المكان؟ سامحني يا سيدي، جزاك الله خيرا عنا وعنهم. هيا لنصعد وليبيت ليلتهم في البيوت الجديدة. إننا لن ننساك يا ذا القرنين. أشكرك، لا تنسى أن تدعو لي في صلاتك. أنا أدعو لك؟ من يدري أينا عند الله أكثر صلاحا؟ ليست الهدايا في مقامك، لكنها أفضل ما لدينا. هذا الذهب لا يلزمني، ربما يسعد النساء في قبيلتكم. هل ترد هديتنا المتواضعة؟ أترك لكم الذهب وأخذ الصندوق الخشبي الذي صنعتموه من أجلي حتى لا أرد الهدية. كيف أجدك إن أحببت أن أزورك؟ لا أدري، أنا لا أستقر في أرض كما ترى، ولكن أحب أن أراك على خير. هونغا. وعليكم السلام أيها القائد النبيل. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. مضت أيام كثيرة على الجيش حتى وصل إلى منطقة جبلية عجيبة. كان هناك جبلان عظيمان يشبهان سدين هائلين نحتتهما يد الزمن في الصخور. توقفوا هنا، الخيول لا تستطيع أن تصعد أكثر من هذا. نعسكر إذن أيها القائد؟ بل نستمر في صعود الجبل. كيف؟ إن في ذلك خطورة بالغة. أنتم مدربون على التسلق وعلى القتال أيضا في أصعب الظروف. لا أظن أن هناك أقواما يعيشون في تلك المنطقة النائية. كان هذا نفس ظنك عند مطلع الشمس. سنصعد الجبل، هل تريد أن تبقى هنا؟ لا يا سيدي، لم أقصد. إننا دائما أتباعك المخلصون. سبحان الخالق العظيم، والحمد لله أن منحني شرف السجود في كل بقاع الأرض، من صخور الجبال ورمال الصحراء وشواطئ الساحل وأرض الغابات المعشوشبة.
عاد القائد عقاب ومجموعته من جولة الاستكشاف. أين هو؟ اقترب يا رجل. اسمح لي يا سيدي أن أعتذر أولا، كان رأيك هو الأصوب كالعادة. لا عليك، هل قابلت أحدا من سكان تلك الجبال؟ رأيت عددا كبيرا منهم، ولكني في الحقيقة لم أستطع أن أكلمهم. لماذا؟ يتحدثون لغة عجيبة ولا يكادون يفقهون قولا. دلني فقط على مكانهم، لا تطاردهم، سأحدثهم بلغتهم. سياناو، السلام عليكم يا أهل تلك الأرض، جئتكم بالسلام ولا أنوي القتال، إنما أريد أن أدلكم على خيري الدنيا والآخرة. ماذا يقول القائد؟ لغة لا نعرفها. هل يفهمون كلامه؟ بالتأكيد، ولكن يبدو أنهم لا يرغبون في الحديث. ما أعجب هؤلاء القوم، إنهم حتى لم يعطوني الفرصة للتفاهم ومعرفة مشكلتهم. تبدو على الغريب علامة الطيبة والصلاح. أي طيبة وأي صلاح، إنه مثل غيره يريد أن يفترسنا. لو كان من أكلة لحوم البشر مثل يأجوج ومأجوج لحاول أن يمسك بنا. لا 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 أظن ذلك. وإذا أظهر لنا أنه مفسد وأنه متوحش؟ لن نخسر شيئا، إن يأجوج ومأجوج يتناوبون الهجوم علينا ويقتلون منا أعدادا في كل مرة. معك حق، هي تجربة خطيرة، لكن ليس أمامنا حل آخر. لنسرع إليه قبل أن يستيقظ قوم يأجوج ومأجوج من نومهم. هيا بنا، ابقوا أنتم لحراسة الأطفال والعجائز. أين ذهب القوم الذين يسكنون السهل يا جوجة؟ إنني جائع. تسلى بتناول الغزلان الجبلية حتى يظهر البشر. لا أريد أن أفسد شهيتي، أريد لحما آدمية. لا تخافا، لن أؤذيكما. نشكرك، أرجو أن لا تكون من أكلة لحوم البشر. ما هذا القول؟ نحن لا نأكل لحم إخواننا. هل تعدنا إخوانك؟ بكل تأكيد، خلقنا الله من أب واحد، هو سيدنا آدم عليه السلام. من أين جئت بهذه المعلومات؟ قرأت الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله عليهم السلام، وأعرف أن نبيا خاتما سيأتي في القادم من الأيام ليجمع المؤمنين على كلمة سواء. لم نرى في حياتنا إنسانا مثلك، ما اسمك؟ يمكنكم أن تنادوني بذي القرنين. صدقونا أيها الناس، إن ذا القرنين رجل صالح ولا يريد إيذاءنا. لولا حربته التي أصابت زراع العملاق من قوم يأجوج لما كنا على قيد الحياة. ربما أعاننا على يأجوج ومأجوج إذا طلبنا منه ذلك. وهل تعتقدون أنه سيعيننا دون مقابل؟ لنفترض أنه يريد أجر مقابل حمايتنا، أي قيمة لأجر يساوي الحياة؟ لنعطه الذهب أو لنجعل له خرجا من ثروتنا، إنه يستحق. اهربوا، إنهم قوم مأجوج. لا تخافوا، أنتم الآن في حمايتي. إنك لا تعرفهم يا سيدي، إنهم أقوام شرسون. لقد رأيت عملاقين منهم. إنهم قوم يأجوج. أما مأجوج فهم أكثر خطورة. كيف؟ هل هم أكبر حجما؟ بل الأصغر، ولكن لهم أنياب ومخالب كالأسود المفترسة، وهم يهجمون كالبهائم وفي سرعة البرق. كم أعداد يأجوج ومأجوج؟ ما استطاع أحد حصرهم. أمر عجيب، إن محاربة هؤلاء القوم تعني فناء الجيش دون فائدة. والعمل، كيف نتصرف؟ لقد تصورنا أنك تستطيع مساعدتنا. سأفعل إن شاء الله. أيها القائد الكريم، لقد أحضرنا هذه الهدايا لك، ونعدك بأن نعطيك في كل عام أجرا كبيرا. أرجوك أن تقبل. خذوا أموالكم وهداياكم، لست أتقاضى عن عملي أجرا، إنما أعمل لوجه الله عز وجل. لقد سمعنا من أخبارك الطيبة، وأنك تبني المدن والسدود وتمضي في الأرض معمرا مصلحة. هذا من فضل الله. نرجوك أن تبني لنا سدا يمنع عنا أذى يأجوج ومأجوج. سأبني لكم السد،
ولكن عليكم أن تعينوني. نحن خدمك ورهن إشارتك. مرنا، ولن تجد منا إلا السمع والطاعة. توكلت على الله. لماذا لا نهجم على أهل السهول؟ إنهم يختبئون عند الرجل القوي الذي يقود جيشا. نستطيع أن نهزمهم ونأكله هو الآخر. إن القائد الذي يحمي سكان السهول كثير السفر والترحال، غدا يسافر ويتركهم لنا فريسة سهلة. نعم، أفضل ألا أجد مقاومة من الطعام الذي آكله. آتوني بالحديد، ضعوه هناك. لماذا لم تستعن بالجنود بدلا من هؤلاء القوم؟ نحن أقوى منهم وأسرع. يجب أن يعملوا ليحموا أنفسهم من الأعداء. كان بوسعنا أن نقاتل يأجوج ومأجوج مهما كانت أعدادهم. ليس من الحكمة أن أقاتل وأعرض آلاف الجنود للموت بينما بإمكاني منع هذا دون إراقة الدماء. انصهر الحديد أيها القائد. انفخ الآن حتى يصير نارا. هل نهدر النحاس المذاب؟ نعم. صبوا بالمقادير التي أشرت عليكم بها. حسنا، هذا يكفي. ماذا نفعل الآن؟ هذا دوركم في الراحة، ولتأتي المجموعة الثانية للعمل. لم نشعر بتعب يا سيدي. هذا أمر واجب التنفيذ، فلتنصرف تلك المجموعة إلى الراحة. هيا أكملوا عمل إخوانكم. ألا يكفي هذا الارتفاع؟ لا، يجب أن يصل إلى آخر الجبل. لن يستطيع تسلق هذه المسافة. إننا نبني سدا ليعيش إلى ما شاء الله. بتار. نعم يا سيدي القائد. هل تأكدت من متانة البناء؟ إنه شديد الصلابة وأملس إلى أقصى درجة. هذا ضروري حتى يفشل أهل يأجوج ومأجوج في تسلقه أو نقبه. إنك لم تنل قسطا من الراحة منذ أيام. يجب أن نسرع يا عقاب قبل أن يستيقظ يأجوج ومأجوج ويهاجموننا. ما هذا؟ متى بنوا هذا السد؟ هيا لنندفع جميعا ونحطمه. إنه لا يتزحزح. اقذفوا بكرات النار. النار ترتد إلينا. افعلوا أي شيء. الأقوام الصغيرة تحاول حفر السد بأنيابها ومخالبها. إن أنيابهم تتحطم والسد لا يتأثر. استمروا في خلط الحديد بالنحاس المصهور وتعلية البناء. انتهى البناء أيها القائد. هذا رحمة من ربي. مر الجنود بأن يستعدوا للرحيل. إلى أين نتجه هذه المرة يا سيدي؟ إلى أرضنا. ألم تشتاقوا إلى أولادكم وأهاليكم؟ كدنا ننساهم يا سيدي. هذا قدر المجاهدين في سبيل الله. هذا السد لا يمكن تحطيمه. أظن أنه سيبقى إلى أبد الدهر. لا شيء يبقى إلا الله. السد اليوم منيع، ولكن له أجل سيبلغه، ويوم يجيء وعد الله سينهار السد ويطغى يأجوج ومأجوج في الأرض. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي،
فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا